5 مناقشة الاستجواب الموجه من العضوين صفاء عبد الرحمن الهاشم الدكتور يوسف سيد زلزلة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في شأن المحور الأول عدم التعاون مع السلطة التشريعية وانتهاك الدستور. المحور الثاني عدم تنفيذ الأحكام القضائية. المحور الثالث الانفلات الأمني. المحور الرابع التستر على الخلية الإرهابية وتعريض أمن دولة خليجية للخطر. بتاريخ 13/5/2013 وجه هذا الاستجواب من العضوين صفاء عبد الرحمن الهاشم والدكتور يوسف سيد حسن زلزلة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعملاً بنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فقد تم إبلاغ السيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية به فور تقديمه. وطبقاً لنص المادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإنه لا تجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد 8 أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. ويجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى 2 أسبوع على الأكثر فيجاب إلى طلبه، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة، ولا يجوز الإرجاء لأكثر من ذلك إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس. فهل يرغب السيد الوزير مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أو يطلب التمديد طبقاً لنص المادة 135 من اللائحة؟ تفضل معالي نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. شكراً سيد الرئيس، ودي أني أتلو بيان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العظيم. السيد رئيس مجلس الأمة، الأخوة والأخوات أعضاء مجلس الأمة المحترمين، بداية تقر الحكومة بحق كل نائب في تقديم الاستجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء وفقاً لنص المادة 100 من الدستور، باعتبار الاستجواب أهم مظاهر الرقابة الفعالة لمجلسكم الموقر على أعمال وتصرفات الحكومة، وذلك لالتقاء أهدافنا جميعاً في تحقيق المصالح العليا الوطنية لبناء مستقبل أفضل لوطننا العزيز. غير أنه وفقاً للأسس والأطر الدستورية والقانونية والإجراءات والتقاليد البرلمانية، فإن حق الاستجواب ليس حقاً مطلقاً لعضو مجلس الأمة، وعلي يتعين على عضو مجلس الأمة أن يلتزم بكافة الضوابط الدستورية والقانونية المقررة للاستجواب، وبمراعاة كافة حقوق الغير التي قد تكون أولى بالاعتبار، ولا تقل أهمية أن حق النائب في الاستجواب. وعلى رأس هذه الحقوق حق أهل الكويت على النواب الأمة في تمثيل الأمة بأسرها ورعاية المصلحة العامة، وهو ما يقتضي عند ممارسة النائب لهذا الحق أن يكون لضرورة ومستهدفة بذلك المصلحة العامة، وإلا كان ذلك انتهاكاً لأحكام الدستور وخروجاً على أحكامه، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية بقولها: إذا كان الدستور قد خول لعضو مجلس الأمة هذا الحق، فإنه ليس معناه أن يتصرف كما يشاء ويهوى، إذ أنه في الواقع مقيد بالمصلحة العامة وحسن الاستعمال. السيد رئيس مجلس الأمة الموقر، الأخوة والأخوات أعضاء مجلس الأمة المحترمين، لقد شاب الاستجواب الماثل العديد من المخالفات والمآخذ والمثالب الدستورية والقانونية التي طالت أغلب محاوره وبنوده الأمر، يخرجه خروجاً صارخاً عن أطار الضوابط التي حددها الدستور والقانون والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية. وعليه فإنني أضع تحت بصركم هذه المخالفات لتقولوا فيها كلمة الحق، وفاءً بالتزاماتكم وبراً بقسمكم العظيم الذي قسمتم عليه. وأوجز تلك المخالفات والمؤاخذ الدستورية فيما يلي: أولاً، مخالفة المحور الثاني من الاستجواب والمتعلق بعدم تنفيذ الأحكام القضائية، والذي يتضمن بندين هما التراخي والتقاعس عن تنفيذ الأحكام،
وممارسة التمييز ضد المرأة الكويتية ومخالفة أحكام المحكمة الدستورية، وذلك لكونه سند إلى وقائع غير محددة وغير مدعمة بالدليل والحجج والمستندات، بالمخالفة لقرار المحكمة الدستورية الصادر في طلب التفسير رقم 8 لسنة 2008 بتاريخ 9 أكتوبر 2006، وقرارها الصادر في طلب التفسير رقم 10 لسنة 2011 بتاريخ 20 أكتوبر 2011، وما أوجبته المحكمة من أن يكون موضوع الاستجواب واضحا وقائما على وقائع محددة ومؤيدا بأسانيد معينة حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته ويتمكن من الإدلاء بحجته، وأنه لا يجوز أن يقوم الاستجواب على وقائع مجهلة وغير محددة أو غير مؤيدة بالحجج والمستندات التي تكفل الأخ الرئيس في مقاطعة. أرجع عدم المقاطعة يا أخوان. أو غير مؤيدة بالحجج والمستندات التي تكفي لحمل هذه الوقائع عليها. ثانياً، مخالفة البند الثاني من المحور الثالث، والذي نسب للوزارة فيه تقاعسها عن تحقيق في خلية تزوير الجنسية إلى آخر ما ذكر بهذا البند، لأنه لا يجوز وفقاً لما استقرت عليه المحكمة الدستورية وبقرارها المشار إليه سابقاً، إنه استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر أو من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المستجوب، متى كانت هذه الأعمال السابقة قد تمت ولم تستمر في عهده. أما إذا استمرت في عهده دون أن يتخذ بشأنها في حدود سلطته إجراء أو تصرفاً مكنته قانونياً إزالة العيب أو إصلاحه، فإنه يجوز مساءلته عنها، وبناء على ذلك لا يجوز استجواب الوزير عن أعمال سابقة على توليه الوزارة، إذ أن الوقائع التي ذكرها المستجوبان يعود تاريخهما إلى عام 2006، بينما لم أتولى مهام منصبي كوزير الداخلية إلا بتاريخ 6 فبراير 2011. ثالثا، مخالفة المحور الرابع والمتعلق بالتستر على الخلية الإرهابية وتعريض أمن دولة خليجية للخطر، فالمادة 50 من الدستور التي نصت على وجوب الفصل بين السلطات وتعاونهما، فهذا المحور يتضمن تدخل من السلطة التشريعية في أعمال السلطة التنفيذية واختصاصاتها الأصيلة المتعلقة بسياستها الخارجية وعلاقاتها مع غيرها من الدول في إطار الحفاظ على الأمن القومي والمصالح العليا للوطن، وهو ما قررته المحكمة الدستورية في قرارها بطلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 الصادر بجلسة 11/4/2005 بقولها: لا يجوز أن يكون من شأن السؤال ومن باب أولى الاستجواب المساس أو الأضرار بالمصالح العليا للبلاد أو إفشاء أسرارها العسكرية أو الأمنية لدواعي المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار، كما لا يجوز التدخل في أعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون السياسة الخارجية للدولة وما يرتبط بعلاقاتها الخارجية مع باقي الدول. كما خالف هذا المحور حكم الفقرة الأخيرة من المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تنص على أن ويجب أن لا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو أضرار بالمصلحة العليا للبلاد، وذلك لكون ما ورد بهذا المحور يمس كمرامة أشخاص وهيئات وفيه أضرار بمصالح دولة الكويت وعلاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
مثل هذه الأقاويل بصحيفة الاستجواب من شأنه قرص بذور الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع الكويتي. السيد الرئيس، الأخوة والأخوات، لقد وضعت تحت بصركم المخالفات الدستورية واللائحية التي شابت الاستجواب الماثل ومحاوره لتقولوا فيها كلمة الحق وفاءً بالتزاماتكم وبراً بقسمكم العظيم الذي قسمتم عليه. ولذلك أطلب من مجلسكم الموقر الموافقة على أحالة الاستجواب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته من الناحية الدستورية والقانونية، وسوف أقدم إلى اللجنة عندما تبدأ دراسة الاستجواب مذكرة شاملة ومفصلة بكافة المخالفات الدستورية التي شابت رجاءً التي شابت رجاءً التي شابت صحيفة الاستجواب. رجاءً رجاءً اختفاء، رجاءً راح أعطيك الكلمة لما تخلصين. رجاءً رجاءً اختفاء اختفاء، رجاءً رجاءً ما يحق لك أي مقاطعة. إذا خلص الوزير راح أعطيك الكلمة. ما يجوز هذا الكلام، اختفاء. أرجوك أرجوك اختفاء، عدم تخريب الجلسة. راح أعطيك الكلمة لما يخلص الوزير. رجاءً عدم المقاطعة. وكذلك أود من مجلسكم الموقر إعطاء اللجنة مدة شهر للرد على هذا البيانات. شكراً لأخ الرئيس. شكراً لأخ الوزير. راح أعطيكم الكلمة، صبر في نقطة نظام وبعدين عندي بعطيك الكلمة يا أخت صفاء. أنت مقدمة استجواب، بعطيك الكلمة بس صبري. تفضل أخ فيصل دويسان، نقطة نظام.